ازيكم عاملين ايه؟ رب الجميع يكون بخير. الفيديو بتاعي النهارده هنتكلم عن مراحل التطور البارزة عند الأطفال من عمر 2 لـ3 سنين. الطفل بيتطور من 2 لـ3 سنين، أول حاجة بيجري ويتسلق ويرفع الأشياء ويسحب ويسحب أي حاجة يعني يشدها، وبيكون نشيط جدا. تاني حاجة رجليه بتكون عند ركبته، يعني متلاصقتين عند الركبتين، بيكون كده بالشكل ده كده، وبيبدأ ايه كده بتبدو يعني شكلها بيبقى كده، لكن هي مش بتبقى كده واقعيا يعني. تاني حاجة بيأكل نفسه باستخدام صوابعه او المعلقة، او ان هو يشرب من الكوباية، بيأكل نفسه وبيقدر يشرب من الكوباية او باستخدام طبعا ايه صوابعه او المعلقة. كمان بيعرف يخلع بعض ملابسه، يعرف يخلع بعض ملابسه، دي الاطفال من 2 لـ3 سنين. كمان بيستكشف اعضاءه التناسلية. كمان بينام اقل وبيصحى بسهولة، بينام وقت اقل وبيصحى بسهولة. كمان يحب الامور الروتينية، بيحب الحاجة بشكل ايه روتيني، يعني اللي هنعمله النهاردة نعمله بكرة وهكذا. كمان بيستاء، يعني بيبقى خايف لو مامته ما كانتش نايمه جنبه بالليل، او هو ما كانش نايم جنب مامته بالليل. كمان بيحب يعمل الحاجات بنفسه، بيحب يعمل الحاجات بنفسه. بيكون عنيد جدا ومتردد وبيغير رأيه كل شوية، بيكون عنيد جدا ومتردد وبيغير رأيه كل شوية. كمان بتنتابه نوبات مزاجية وبتتغير حالته المزاجية في كثير من الأحيان، بتنتابه نوبات مزاجية، يعني مزاجه ايه متقلب في كثير من الأحيان. ده الطفل من 2 لـ3 سنين. كمان بيحاول يقلد الناس الكبار، بيلعب جنب الأطفال الآخرين بس اللي هم من نفس عمره، بس مش معاهم، يعني يقعد يلعب جنبهم بس هو مش عايز يلعب معاهم. كمان عنده كمان مش بيبقى قادر على المشاركة والانتظار، ما بيحبش ان هو يستنى الدور والجو ده وتبادل الأدوار وإطاعة الأوامر، وعنده موضوع عند في عند، مش هقدر استنى دوري او اشارك حد او اسمع الكلام او اسمع الأوامر اللي ايه اللي انا باخدها. كمان بيحب الألعاب المائية، بيحب المياه جدا. كمان بيحب الطقوس الليلية الممتعة، يعني يحب يلعب بالليل جدا، اللي هو يحب السهر ويحب نقعد يعني يحب الحاجات الليلية أكتر. بيستخدم كلمات مفردة وجملة قصيرة، بيستخدم كلمات مفردة وجملة قصيرة. كمان غالبا بيكون معارض وبيقول كلمة لأ دايما، اللي هو الطفل من 2 لـ3 سنين، احنا كده قلنا انه عنيد ومتردد ومعارض اهو، ودايما بيقول كلمة لأ. بيفهم اكتر مما يستطيع ان يتكلم او يعبر، بيبقى فاهم اكتر من هو يستطيع ان هو يتكلم او ايه او يعبر. يبقى دي مراحل التطور للطفل من 2 لـ3 سنين، مراحل التطور البارزة. اول حاجة بيجري ويتسلق وبيزق الحاجات ويقدر يشدها والكلام ده كله. تاني حاجة بيعرف يأكل نفسه، يعرف يشرب من الكوباية لوحده، يعرف يأكل نفسه بصوابعه او عن طريق المعلقة. كمان بيعرف يخلع بعض ملابسه، بيستكشف اعضاءه التناسلية، بينام اقل وبيصحى بسهولة، تمام. بيحب الامور الروتينية، بيستاء جدا او بيخاف ان مامته ما تبقاش جنبه بالليل. بيحب يعمل الحاجات بنفسه، يعني يعتمد على نفسه، بيكون عنيد ومتردد ومعارض وبيقول كلمة لأ كتير. بتنتابه نوبات مزاجية، يعني متقلب المزاج. بيقلد الناس الكبار، بيحاول يقلد الناس الكبار. بيلعب جنب الأطفال الآخرين من نفس سنه بس مش معاهم. مش بيقدر على المشاركة وان هو ينتظر الدور بتاعه والحاجات دي كلها، وان هو يطيع الأوامر. بيحب الألعاب المائية جدا، بيحب المية جدا. كمان بيحب الطقوس الليلية، يحب يعني دايما يبقى يلعب بالليل، بيستمتع أكتر بالليل. بيستخدم كلمات مفردة وجملة قصيرة. كمان غالبا بيكون معارض، احنا اتفقنا قلناها دي، بيكون معارض وبيقول كلمة لأ. كمان بيفهم اكتر بكتير من هو من ما بيتكلم او يعبر، يفهم الحاجة اكتر ما يتكلم عنها او يعبر عنها. ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، اللي هي مراحل التطور البارزة من عمر 2 لـ3 سنين. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.